تعلم التوحيد، لأن كثيرا من الناس لو تسأله ما هو التوحيد لا يجيبك، لأنه ما تعلم معناه والمقصود به أنه هو إفراد الله بالعبادة. الشيخ رحمه الله، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، هو إفراد الله بالعبادة، وليس إفراد الله بالخلق والرزق والإحياء والإماتة. هذا لا يكفي، هذا توحيد الربوبية، وهذا كانت الجاهلية يعتقدونه أيضا، يقرون به ويقرون به ويعترفون به، ولكنهم لما كانوا يعبدون مع الله غيره صاروا مشركين خالدين مخلدين في النار، إلا من تاب إلى الله منهم قبل الموت والتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، التوحيد الذي دعت إليه الرسل. كل رسول أول ما يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وليس التوحيد هو أن تعتقد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، نعم هذا توحيد، لكنه توحيد الربوبية. أقر به أبو جهل، أقر به أبو جهل، وأقر به المشركون من قبل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. يعترفون بهذا، لكنهم لا يلتزمون بمدلوله وما يستلزمه من إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادتي ما سواه. نعم.